سافر كي قشيسنا ومدح وينها الصوماليا محمد عبد الله فرماتش كنت قلها بوتلان ايا دي بدح كوي ميدا كدب سبب الله حريرا قلال اصاح سياسة دي كتاقن مامولك بوتلان إلا كو دو دو مدح تويدا الصوماليا ايا حقيقي انو باغ دي سفر لغو ودي انو مدح وينها تكوتا قوت الدبات كان مغارة قرو كد مركي مال مكور اللي ردي قلي وسيرة دي حكومة دا بوتلان ابنا كاترسان قلاه وسيرة دي اللي ردي اي بوتلان وقيب كاها كودي كشاقين يسو دوانت مدح بينا فرماتشا يالا شيغ اني طلبادين لغا سهر الليسك كودي قاس مدح تويدا بوتلان يالا شيغ اني حرير لسميسي حفيز كا مدحوينها الصومالي يغو او طلبادا ان ديبلو دغو سفر كاسي انتا لغا حلين ايو حيصاد السياسي ديد اي كتاقن بوتلان مدحوينها بوتلان ايا وچاه يا عداس عوغان وكاقا ايماني يا بارلمان كمامل كيسا ايو دينا ايضا داليشان السياسة ديسا دينا عكالي سيدو كلا مدحوينها بوتلان ايا وحال لغا سوغا يا انو ودا تشي لا سمي ايو مغا حكالا سمي ايو مغا عابستا اقولها وسيرة دا يدو او كسو فول ايضا هي مغ مناسبات دا كودو أغوستو وي كو بيغان سغاشن إيو تبنغوري دي كسو ريكتي آس آس كي مامل كا بودلان تلادة دي لسو دافايا هيد مركا بارمان كا بودلان وحود كا كلسوني دا كلا لابتي غلي هو سيرا دا كد مركا يكو يدين وحقا